دكتور حضرتك دلوقتي خليني اخد من كلامك عن الناشئين، هل وجود طبيب او استشاري نفسي في فرق الناشئين ده يقدر يساعدني اكتر ان انا اطلع من الناشئين دول لعيبة مهاريين اكتر مثلا؟ احافظ على المواهب اللي موجوده عندي. انا بيجي لي مدرب عادي جدا مش مقتنع بلعيب، قد يكون اللعيب ده فعلا موهبه تستحق، واحنا شفنا كتير قوي في المواهب عندنا بعد ما بيسيب نادي او بيروح، انما في ناس ما بتسيبش بتبطل، يعني ما بيسيبش نادي يروح نادي، ده بيبطل اصلا خالص وهو صغير نتيجه مدرب. يعني انا هقول لحضراتكم المثال بمنتهى البساطه والناس الرياضيين هيبقوا عارفين هذا الكلام. لاعب بيروح التمرينات باستمرار، اقول مثلا ناشئ تحت اي سن 14 12 اي حاجه، بيروح تدريبات باستمرار وملتزم وكان مثلا بيلعب كويس، ولكن جه مدرب وجهه نظره ان هو ما يلعبوش، او هو لعيب كويس بس من وجهه نظره ما يلعبوش، فابتدى يروح التدريبات باستمرار، وبعدين لقى نفسه ما بينزلش خالص، وبعدين هيجي اهله يقول له طب يا ابني انت ما بتروحش بتروح تدريبات كل يوم وما بتلتزم، وبيقول لك في اتوبيس مثلا رايح الساعه كذا الصبح علشان نروح نادي الفلاني ولا علشان نلعب مباراه هنعسكر في مكان كذا، هتروح لك ثلاث اربع ايام تفضل قاعد على الخط، تصحى من بدري، تفضل قاعد في الشمس عشان ما بتلعبش اصلا وعارف نفسك انك مش هتلعب، لا خليك بقى في الدراسه بتاعتك احسن. وتبص تلاقي حضرتك ان اهله بطلوه او هو نفسه من كتر اللي هو المروح ده حصل له عمليه احباط، فبطل مرفوض. فبطل ان هو يلعب لان هو كمان صغير وما فيش حد كمان وجهه. والمدرب حقيقه، المدربين حقيقه مش بيهتم بهذا الامر على الاطلاق، اللي انا شفته في الملاعب اغلبها يعني في القطاعات كلها ما بيهتموش بايه، بحته ان انا اكلمه بالناحيه النفسيه، انت كويس انا هستخدمك بعدين، خلي بالك انت ان شاء الله هتكسبني بس في وقت. الكلام ده ما بيتقالش ناشئين، ناشئين اطلع خش انت اطلع بره مش عارف ايه، انا اللي سايق قراري، ما بيبقاش فيه الاهتمام بالجوانب دي. طب مين اللي هيهتم بلاعب لاعب؟ خلي بال حضرتك احنا عندنا امور نفسيه هتبقى للفريق ككل، ان انا اديهم حوافز ودوافع والكلام ده كله، وممكن كل لاعب على حده، لازم يبقى فيه حد متخصص مع اللاعب لاعب على حده، يكلم ده شوف ده وضعه ايه، ويبقى فاهم في الرياضه اللي هو بيتكلم فيها. عشان كده قلنا علم نفس رياضي مش طبيب نفسي فقط، طبيب نفسي ممكن يتكلم على علاج لامراض، ممكن ما يكونش متبحر قوي في المجال الرياضي، انما لازم حد يبقى منهم فاهم يعني ايه الرياضه، فاهم ازاي يدي دوافع، ومش بس عند الهزيمه. استاذه امين حضرتك قلتي عند الهزيمه، ده انا ممكن عند الفوز الكتير، نادي زي النادي الاهلي اوقات بيبقى بيكسب كتير جدا في مختلف الالعاب، طيب انا هنزل ماتش جاي مع فرقه مثلا بالنسبه لي ضعيفه وانا كسبان كل اللي فات وانا مثلا حصلت على الدوري، ممكن العب باستهتار اكثر، ممكن ملعب ممكن ما العبش كويس، ممكن العب. طب ايه الدافع اللي انا اشتغل عليه؟ لازم يبقى ده هيبقى ده تخصص حد فاهم في هذا التخصص، ان انا اديهم دوافع عامله ازاي، ادي كل واحد على حده ازاي عشان في الاخر يكسب علشان يؤدي، فبيبتدوا يخلقوا لهم دوافع. اللعيبه بره عايشين على الدوافع. طولت لحضرتك، كاس العالم كانت لسه خلصانه، اتكلم على واحد زي كريستيانو رونالدو اللي بكل اللي حققه ده، لما جاب هدف ما اتحسبش قاعد مموت نفسه عشان يحسبه. طب ما هتقولي طب ما هو كده كده مش قاسم، ما اتحسبلوش، هو اتحسب الهدف اتحسب ولكن ما اتحسبلوش هو، اتحسب لزميله. طب عادي ايه يعني ما اتحسب لزميله واتحسب للمنتخب؟ انا عايز رقم بزبط. فبيشتغل ايه؟ انا عمال اشتغل، انا عايز الرقم ده. فبيدي نفسه دافع، ما هو حقق كل حاجه، ايه الدافع الجديد اللي انا اديه لنفسي؟ لا ده انا عايز اجيب رقم ان انا اعادل كذا. فبالتالي هنا الحاجه دي لو اللاعب مش عارف يعملها لنفسه لازم حد يعملها له، وخاصه الناشئين مش هيعرفوا يعملوا الحاجه دي، ولا البراعم الصغيره هيعرف يعمل. فاحنا بنحافظ على مواهبنا اللي في الاخر هتقعد في البيت او مش هيلعب بسبب ان مدرب بتبقى وجهه نظره قد تكون خاطئه، او هو يزهق، او هو مدرب بيعامله وحش. على فكره ممكن يبقى بيلعبه بس يعامله وحش، وانا شفت الكلام ده طبعا. على فكره بيعامل اللعيبه مثلا بطريقه مش كويسه، ولكن او اللعيب ده تحديدا، ولكن ممكن ساعات بيبقى لعيب شايف نفسه شويه مستهتر شويه ما بيلتزمش قوي، بس هو لعيب يعني عايز حد بقى يقاومه في الحته دي. المدرب بيروح داخل ايه يزعق ويعمل وبتاع، انت ما بتجيش معاه طب اتفضل بره مع الاهل بطريقه غلط مع الاهل.